أنقل هذه القضية بواسطتين. الكلام أن النفس إذا ارتبطت بالمطلق وهو الله سبحانه وتعالى تصبح ظلاً لذلك المطلق في علمها وقدرتها وكل صفة من صفاتها الممكنة. يقول كنت في طهران، القضية لعلها قضية قبل 30 عام أو أكثر. كنت واقف وأنتظر سيارة تحملني إلى مكان بعيد، سيارات تأتي، هو رجل دين ومعه شخص آخر، سيارات تأتي وتمر ولا تتوقف. يقول أنا حوالي نصف ساعة واقف في شوارع طهران ولا تتوقف لي سيارة. في هذه الأثناء جاء السيارة وتوقفت. تفضل شيخنا أو سيدنا، سيد كان. يقول جلست في السيارة وقلت لصديقي اللي كان معي: الحمد لله اللي بالأخير وجدنا رجل مسلم يحملنا إلى مقصدنا. يقول السائق التفت إلي قال لي: أنا مو مسلم، أنا أرمني، يعني مسيحي. أنا مسيحي، أنا مو مسلم. يقول قلت له: إذا أنت مو مسلم فلماذا توقفت لي أنا رجل الدين؟ قال: في الواقع أنا لي قضية، وهذه القضية أنه كان واحد من علماء إيران، عالم معروف وزاهد ومقيد، مقيد بالأوامر الشرعية. أنا في حياتي شفت شخص واحد شاب من شباب هذا البلد، هذا الشاب كان يطالع كتب الروايات، معاني الأخبار للصدوق، علل الشرائع، البحار، أي كتاب من هذه الكتب الروائية، وحقيقة إيش قد حالة حلوة في شاب متدين، أي شيء موجود في الروايات كان يطبقه، أي شيء كان في الروايات كان يطبقه. وإلى الآن رجل متدين وطيب إلى أبعد الحدود حسب ما أعرفه. هذا الرجل كان مقيد، حكومة ذلك الوقت يعني قبل 50 عام أو أكثر أمرت بإبعاده من تبريز إلى طهران في اضطرابات اجتماعية. أنا كنت سايق السيارة، هذا الأرمني يقول، أخذوا هذا العالم ميرزا صادق التبريزي، وأكو ضابط مسلح وأنا السايق. يقول أخذنا نطوي المسافة من تبريز إلى طهران. في هذه الأثناء أذن أذان الظهر، يعني صار الوقت. هو لاحظ الأفق، شاف أنه وقت صلاة الظهر، فقال للضابط أنه إذا شوية تأمر بالتوقف حتى أصلي صلاة الظهر والعصر دقائق ونواصل المسير. الضابط نهره، ما قبل كلام. يقول بعد هذه القضية بلحظات وإذا بالسيارة توقفت، السيارة توقفت بلا أي سبب، بدون أي عامل خارجي. يقول أنا نزلت من السيارة أخذت أفحص في كل مكان من السيارة، أي عيب ماكو في السيارة. يقول هو نزل، الضابط نزل، راح كان هناك عين ماء وشجرة، توضأ وصلى صلاة الظهر والعصر ركعتين لأن مسافر. يقول ثم عاد إلى السيارة، قال لي: الآن إذا تحب تحرك السيارة ما فيها شيء. يقول أنا مركبت في السيارة وإذا بالسيارة تتحرك. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بإرادة واحدة من شخص مرتبط بالله السيارة تتوقف، وبإرادة واحدة من ذلك الشخص السيارة تتحرك. يقول أنا من ذلك الوقت أصبح في نفسي تقدير عظيم لهذه الطائفة، ولذلك أنا في كل يوم أجد واحدا من هذا الصنف ومن هذه الطائفة أتوقف له وأحمله إلى أي مكان أراد. هسه حقيقة هذا هل كان معجزة؟ لا، مو معجزة، وإنما الكلمة هي هذه: أطعني. مو أطعني فقط في الواجبات والمحرمات، حتى في المستحبات والمكروهات.